السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في مدونة سلسلة معلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق إلى تحذير بعض الإخوة من الوقوع في ثغرات تؤدي إلى اختراق حسابهم. في البداية أردت أن أشير إلى أمرين، أن هذا الدرس ليس لتعليم الاختراق بل للتحذير، لكن أنا لا أتحمل مسؤولية تصرفاتك ولا مدونة سلسلة معلومات كذلك، لذلك أنا أبرئ ذمتي أمام الله. كما قلنا سابقا فالاختراق يعاقب عليه القانون، لذلك انتبهوا إخواني. كما رأيتم من العنوان أن هذا الدرس كيفية اختراق حساب الفيسبوك ومعظم الطرق التي يسلكها الهاكر ليصل إلى بياناتك الشخصية أو حسابك على الفيسبوك. هنا تلاحظون أنني على منصة أو واجهة في نظام الباك بوكس المتخصص في الاختراق والذي أطلق حديثا وهو في صدد التجريب. الآن سوف أدلكم على الطريقة التي يسلكها الهاكر لاختراق بهذا النظام. أولا سوف نتوجه هنا لخيارات باك بوكس ثم أودين ثم سوشيال إنجينيرين ثم التولكيت ثم السال. سوف نستخدم أداة السال. ينبثق لنا واجهة الترمينال، اضغط على إيغراك للموافقة على الشروط. هنا يبدأ عملنا، نختار الخيار الأول، عفوا ثم الخيار الثاني، ثم هذا الخيار، الخيار هذا أيضا. هنا سوف ندخل الاي بي الخاص بنا. كيفية معرفة الاي بي الخاص بك؟ نتوجه إلى موجه الأوامر ونكتب بعض الأكواد أو الأوامر ليجلب لنا الاي بي. نجلب الاي بي الخاص بنا، نعمل كوبي ثم باست في الترمينال الاخر. ندخل موقع رابط موقع الفيسبوك www.facebook.com، عفوا، نضغط انتري. اصبحت الاداة جاهزة. هنا كيفية الاختراق، نقوم بالتوجه الى متصفح الويب، طبعا موزيلا فايرفوكس الخاص بهذا النظام. انتظر ثم يفتح معنا المتصفح. قد فتح معنا المتصفح، قم بإغلاق هذه النوافذ الخاصة بالمتصفح. هنا نكتب الاي بي الخاص بنا ثم نضغط انتري. ثم تقل لنا هذه الصفحة، نضغط هنا ينتج لنا هذا الموقع. كما لاحظتم بهذا الرابط ولجنا الى موقع الفيسبوك. انظروا الرابط ليس لموقع الفيسبوك، لكن رغم ذلك وجدنا هنا لتسجيل بيانات الدخول لحسابنا على الفيسبوك. مثلا سوف اسجل ببيانات مزيفة، على سبيل المثال سوف اكتب ادريس وهنا ايضا ادريس، ثم نضغط كونيكسيون. انظروا ماذا حصل، لقد نقلنا الى موقع الفيسبوك مباشرة.
كيف هذا؟ الحقيقة قمنا بإنشاء نقطة أو موقع مزور شبيه بالفيسبوك، وهذه الخاصية تشبه الصفحات المزورة. عندما نذهب إلى واجهة التيرمينال التي كنا قد أنشأناها من قبل، نلاحظ هنا إيميل وهنا الباس الذي أدخلتهما في الصفحة المزورة التي قمنا بإنشائها. هذا هو الدرس، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، لكن رجاء منكم لا تستخدموا هذه الطريقة على المسلمين. كما قلت سابقا، أنا لا أتحمل التصرفات التي تقومون بها بعد مشاهدة هذا الدرس. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت ومفهوم الدرس قد وصل. نلتقي في درس آخر إن شاء الله.